بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلاب مقرر 101 ريد في عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من سلسلة الفيديوهات التعليمية لمقرر 101 ريد. محاضرة اليوم راح تتحدث عن سيكشن 2.1 بعنوان Definition of Limit أو تعريف النهاية. محاضرة اليوم تتضمن العديد من المفاهيم والمهارات الفرعية، راح نبدأها بدراسة أو Using Table to Calculate the Limit، استخدام الجدول لحساب النهاية، ثم ننتقل إلى Using Graph to Calculate the Limit، استخدام الرسم لحساب النهاية، ثم راح نتناول الفورمال ديفينيشن اوف ليميت او التعريف الرياضي او الرسمي للنهاية، ثم راح نختم المحاضرة بالحديث عن الوان سايدد ليميتس او النهايات من جهة واحدة. مرة اخرى اهلا وسهلا بكم، واتمنى لكم محاضرة ممتعة وسهلة باذن الله. المفهوم الاول اللي راح اتكلم عنه في محاضرة اليوم هو الديفينيشن اوف ليميت او تعريف النهاية. الليمت تعتبر من المفاهيم الرياضية المهمة التي يرتكز عليها علم حساب التفاضل والتكامل. عشان هيك عشان تبدأ بالتفاضل والتكامل بشكل جيد لازم يكون عندك فهم جيد لهذا المفهوم. فما هي الليمت أو النهاية؟ طيب، تعرف الليمت بأنها دراسة سلوك الدالة عندما يقترب المتغير من عدد معين، أو هي يعني معرفة الطريقة التي تتصرف بها الدالة عندما يقترب المتغير من عدد معين. وممكن أعرفها رياضيا بطريقة أبسط وأسهل بأنها عبارة عن دراسة سلوك Y عندما تقترب الـ X من عدد معين. لمزيد من التوضيح لهذا المفهوم دعونا ننطلق إلى المثال الأول. حتى نبدأ بتقديم مفهوم الليمت أو النهاية، خليني أفرض أنه عندي الفانكشن f of x بيساوي x تربيع ناقص 4 على x ناقص 2، وبدي أدرس سلوك هالدالة لما الـ x تقترب من 2. طيب في البداية لاحظوا في عندي rational function، وبالتالي خليني أحدد الدومين لهالفانكشن. الآن الدومين الـ f شو بيساوي؟ لاحظوا لها rational function، وبالتالي الدومين له كل الأعداد الحقيقية ما عدا أصفار المقام، والمقام بيساوي 0 لما الـ x بتساوي 2، إذا لازم نستثني 2 من الدومين. طيب الآن إحنا بندرس سلوك الدالة لما الـ x تقترب من 2، هل إنه الفانكشن غير معرف عند 2 بسبب لي أي مشكلة في دراسة الليمت؟ الجواب بالتأكيد لا، لأنه إحنا لما ندرس الليمت لما الـ x تقترب من 2 ولا تساويها، يعني إحنا بنشوف قيم الـ f x حول العدد 2 أو حول قيم قريبة من العدد 2 ولا تساوي 2، وبالتالي ما عندي أي مشكلة إنه الفانكشن غير معرف عند الـ x بيساوي 2. طيب الآن عشان ندرس سلوك الدالة لما الـ x تقترب من 2 راح أستخدم جدول مثل الجدول الموضح أمامكم الآن. طيب الآن لاحظوا بدي أقترب من العدد 2، في عندي طريقين، الاقتراب لـ 2 من اليسار أو من اليمين. خليني أفرض إنه بدي أبدأ الاقتراب من 2 من اليسار، أفرض إني مثلا على بعد 0.1 من 2، يعني عندي الـ 1.9، بدي أقرب شيئا فشيئا من 2، خليني مثلا أجي عند الـ 1.99 أقرب أكثر، عند الـ 1.999 أقرب كمان، لما أوصل مثلا 1.9999. ممتاز. إذا الآن لاحظوا الـ x شو بصير فيها؟ بتقترب للعدد 2 من اليسار، خليني أكتبها هون. إذا الـ x هون approaches to من وين؟ from the left. ممتاز. طيب الآن بدي أشوف قيم الـ f of x تقترب من عدد معين أو وين بدها تروح لما الـ x تقترب من 2، إذا عشان هيك لازم أعوض قيم الـ x في الدالة عشان أشوف قيم الـ f of x. طيب لما الـ x 1.9 لو عوضناه بالدالة حطينا مكان الـ x 1.9 راح يطلع معاي 3.9. طبعا ممكن تستخدم الكالكوليتر عشان توجد هاي القيم، ولما الـ x 1.99 راح يطلع معاي 3.99، ولما الـ x 1.999 راح يطلع معاي
3.999 هون راح يطلع معاي 3.9999. ممتاز. طيب إذا الآن الـ X لما تقترب لـ 2 من اليسار شو بصير بالـ F of X؟ هل راح تقترب من عدد معين ولا لا؟ لاحظوا الآن 3.9999999 وهكذا. إذا الـ F of X الآن تقترب شيئا فشيئا من مين؟ من الأربعة. إذا خلينا نكتب الآن الـ F of X approaches 4. ممتاز. إذا الملخص لغاية الآن إنه لما الـ X تقترب الاثنين من اليسار الـ F of X تقترب من مين؟ من الأربعة. طيب الآن خليني أدرس سلوك الدالة لما الـ X تقترب الاثنين من اليمين. لاحظوا مرة أخرى بدي أفرض أنا على بعد 0.1 من 2، يعني عندي 2.1، وأقرب شوي شوي مثلا عند 2.01، أقرب أكثر 2.001، كمان لما وصل 2.0001. الآن بدعوض قيم X في الدالة عشان نشوف قيم الـ F of X. لما الـ X 2.1 إذا عوضناها بالدالة رح أحصل على 4.1، وهون رح نحصل على 4.01، هون 4.001، هون 4.0001. ممتاز. إذن خلينا نوضح هون فقط، هون الـ X شو بصير فيها؟ الـ X approaches الاثنين من وين؟ from the right أو من اليمين. طيب لا، لما الـ X تقترب الاثنين من اليمين شو بصير بالـ F of X؟ 4.1.01.001.0001. إذن مرة أخرى واضح أن الـ F of X شو بصير فيها؟ approaches أو تقترب من مين؟ من الأربعة. ممتاز. إذا ملخص الكلام الآن، لما الـ X تقترب الاثنين من اليسار الـ F of X راح تقترب من الأربعة، ولما الـ X تقترب الاثنين من اليمين الـ F of X مرة أخرى راح تقترب من أربعة. إذا درسنا سلوك الدالة F of X بساوي X تربيع ناقص أربعة على X ناقص اثنين من خلال استخدام جدول، واتضح معي انه الليمت من اليسار بتساوي 4 والليمت من اليمين بتساوي 4. الان ممكن استخدم استراتيجية جديدة لتوضيح ذلك من خلال استخدام الرسم. يعني معي دالة، برسم الدالة وبحاول ادرس سلوك الدالة من خلال الرسم عشان اشوف قيمة النهاية. الان مثلا عندي f الـ x بتساوي x تربيع ناقص 4 على X ناقص 2. لاحظوا انه هاي الدالة عبارة عن، ممكن نيجي نكتبها على شكل X تربيع ناقص 4 على X ناقص 2، ولاحظ انه البسط عبارة عن فرق بين مربعين، وبالتالي ممكن نكتب على شكل X ناقص 2 في X زائد 2 على X ناقص 2، بعدين اختصر الـ X ناقص 2 مع الـ X ناقص 2. إذن هاي عبارة عن X زائد 2، لكن ما ننسى أن الدومين للدالة هو كل الأعداد الحقيقية ما عدا عند 2. إذن هاي الدالة غير معرفة عند 2. الـ F of X طلعت معي X زائد 2، وهي عبارة عن خط مستقيم مثل الظاهر معي باللون الأزرق. إذا رسمتها هي عبارة عن خط مستقيم لكن غير معرفة عند 2، بعبر عن ذلك من خلال رسم هول عند 2 للتعبير عن انه الدالة غير معرفة عند العدد 2. طيب ممتاز. الان خلينا استخدم الرسم لدراسة سلوك الدالة، بس خليني استخدم قلم مناسب. طيب الان لاحظوا، لو اقتربت لو الـ X اقتربت الـ 2 من اليسار بالشكل هذا، الـ X تقترب الـ 2 من اليسار، إذا بلاحظ الـ F of X راح تقترب من وين؟ الـ F of X راح تقترب من الأربعة. إذن واضح من الرسم الآن إنه الـ X لما تقترب الاثنين من اليسار الـ F of X راح تقترب من الأربعة. طيب الآن خلينا ندرسها من اليمين. الآن لما الـ F of X تقترب الاثنين من اليمين شو بصير بالـ F of X؟ الـ F of X مرة أخرى راح تقترب من وين؟ راح تقترب من الأربعة كمان. إذا واضح الآن من الرسم إنه لما الـ X تقترب الاثنين من اليسار F of X راح تقترب من الأربعة،
ولما الاكس تقترب لاثنين من اليمين انه الاف اوف اكس راح تقترب من الار. ممتاز. لاحظوا الان انا بستخدم كلمات كثيره طبعا، وفي عندي لغه الرياضيات، يعني ممكن استفيد من اللغه الرياضيه عشان اتخلص من هاي التعبيرات، تقترب من اليسار، تقترب من اليمين، واف اوف اكس تقترب وهكذا. ممكن اجي الان استخدم لغه الرياضيات للحصول على رموز افضل. لاحظوا مثلا انا اللي وصلت له لغايه الان من خلال الجدول ومن خلال الرسم انه عندما الاكس تقترب من 2 من اليسار، اف اوف اكس بتقترب من الاربعه. طيب الان بدي اشوف طريقه اخرى للتعبير عن ذلك. لاحظوا ممكن اكتب بشكل اكثر او ابسط انه as x approaches to from the left، اكتبها هيك. لاحظوا هاي ليست اشاره ماينس، هاي للدلاله على انه الاقتراب من اليسار، عشان هيك حطيتها على يمين العدد مش على يسار العدد، وحطنا فوق مش بالوسط. طيب as x approaches to from the left، f of x راح تقترب من وين؟ من الاربعه. لاحظوا هذا الترميز ابسط من الكلمات السابقه، لكن برضو الرياضيات بتتيح لي مجال اوسع لاستخدام الرموز بشكل افضل، واعبر عن ذلك بطريقه افضل من خلال الكتابه limit f of x as x approaches to from the left equal from. لاحظوا الآن هاي الصيغة الرسمية اللي راح نستخدمها للتعبير عن الليمت، وهي أفضل الطرق وأكثرها بساطة. إذا هاي تقرأ limit f of x as x approaches to from the left equal from. ممتاز. الآن بشكل مشابه على العبارة اللي تحت، لاحظوا as x approaches to from the right، هاي بقدر أعبر عنها هيك as x approaches to from the right. مرة أخرى هاي مش إشارة الجمع، لأن إشارة الجمع تكون على يسار العدد، هاي للتعبير على إنه اقتراب الاثنين راح يكون من اليمين، الاف اوف اكس راح تقترب من وين؟ من الأربعة. ومرة أخرى هاي بقدر أعبر عنها رياضيا من خلال الكتابة limit f of x as x approaches to from the right equal. ممتاز. إذا الآن مرة أخرى هاي الصيغة الرسمية اللي راح نستخدمها للتعبير عن الليمت من اليمين. إذا الآن لاحظوا الليمت من اليسار نعبر عنها بهاي الطريقة، والليمت من اليمين نعبر عنها بهاي الطريقة. الآن إذا بلاحظ على هذا المثال بشوف إنه الليمت من اليسار 4 والليمت من اليمين 4، برضو ممكن أعبر عن ذلك بطريقة أسهل، بدام 2 متساويات أكتب إنه as، لاحظوا خلينا نستخدم قلم آخر، نقول مثلا as x approaches to، لاحظوا لا من اليمين ولا من اليسار، فقط to f of x approaches 4. لاحظوا هذا بعبر عن العبارتين السابقات بسطر واحد، وهي كمان ممكن نعبر عنها رياضيا من خلال الكتابة limit f of x لما x تقترب من 2، برضو لا من اليسار ومن اليمين، فقط 2 تساوي 4. هاي هي الطريقة الرياضية للتعبير عن الليمت. لاحظوا الآن أنا فقط استخدمت الرموز الرياضية للتخلص من بعض الكلمات ولسهولة استخدام أو كتابة الليمت. لمزيد من التوضيح لمفهوم الليمت، خلينا ننتقل إلى example 1 اللي بطلب مني estimate the value of the following limit. Limit as x approaches 3 x cubed minus 3 x squared over x minus 3. الآن في البداية لاحظوا أني بدأت أستخدم رموز الليمت اللي تكلمنا عنها قبل شوي، ودائما قبل ما نوجد الليمت بنحاول نحدد الدومين للفانكشن. الآن إذا سألت عن دومين هاي الدالة شو راح تحكوا لي؟ أن دومين الاف راح يساوي كل الريال نمبرز ما عدا عند أصفار المقام اللي هي 3. إذن الدومين هو R ما عدا 3. ومرة أخرى بحب أكد أنه ما عندي أي مشكلة في دراسة الليمت لما الإكس تقترب من 3، مع أنه الدالة غير معرفة عند إكس بتساوي 3، لأنه زي ما حكينا إحنا لما ندرس الليمت بندرس سلوك الدالة لما الإكس تقترب من العدد ولا تساوي. طيب مرة أخرى راح أستخدم طريقة الجدول، لكن هاي المرة راح أستخدم جدول جاهز لاختصار الوقت. إذا أنا بدي أقترب من 3، لاحظوا إذا أنا عندي الإكس بتساوي 3،
الآن ممكن أقترب للثلاث من اليسار أو من اليمين. إذا بدأت الاقتراب من اليسار وبدأت من العدد 2.9 واقتربت أكثر 2.99 واستمريت في الاقتراب، إذا أنا فعليا عندي هون الإكس تقترب للثلاث من اليسار. طيب شو سلوك الأف أوف إكس الآن في هذه الحالة؟ برضو مرة أخرى ممكن أخذ هاي القيم للإكس ونعوضها في الدالة عشان أشوف سلوك الأف أوف إكس. إذا دققت النظر في أف الإكس راح ألاحظ أنه هون 8.41 هون 8.94 هون 8.99، إذا فعليا من الواضح أنه الأف أوف إكس راح تقترب من وين؟ من التسعة. ممتاز. طيب الآن خلينا ندرس سلوك الدالة لما الإكس تقترب للثلاث من اليمين، وبتبدأ مرة أخرى من 3.1 وأقترب 3.01 واستمر في الاقتراب، إذا هون فعليا عندي الإكس قاعد بتقترب للثلاث من وين؟ من اليمين. ممكن أخذ هاي القيم الآن ونعوضها في الدالة عشان نشوف سلوك الأف أوف إكس. الآن إذا دققت النظر في الأف أوف إكس 9.61 9.06 9.006 9.001، إذا برضو من الواضح إنه الألفا فيكس تقترب من التسعة مرة أخرى. ممتاز. إذا سواء الإكس اقتربت للثلاث من اليسار أو من اليمين، الألفا فيكس راح تقترب من وين؟ من التسعة. الآن ممكن أستخدم رمز الليمت عشان أعبر عن ذلك بإنه ليمت as x approach 3 للدالة اللي هي x تكعيب ناقص 3 x تربيع على x ناقص 3، هاي الليمت راح تساوي كام؟ 9. ممتاز. في نقطة أخيرة الآن حاب أتحدث عنها، إنه استخدام الجدول في إيجاد الليمت لا يعد طريقة رياضية رسمية ولا يعتد به في إيجاد قيمة الليمت، ولكنه على جميع الأحوال بعطيني صورة توضيحية عن سلوك الدالة لما الإكس تقترب من عدد معين. طيب الآن راح أخذ نفس الليمت ولكن راح أحاول أحسبها بطريقة أخرى وهي طريقة الرسم، لكن قبل ما نرسم خلينا لاحظوا أنه الـ f of x اللي هي x تكعيب، خلينا أكتبها هون، أنه الـ f of x اللي هي x تكعيب ناقص 3x تربيع على x ناقص 3، ممكن نكتبها بطريقة أبسط من خلال ملاحظة أنه هون في عندي x تربيع عامل مشترك، ظل عندي هون x ناقص 3 على x ناقص 3، وممكن اختصر ال x ناقص 3 مع ال x ناقص 3 وظل عندي x تربيع، لكن ما بدي انسى انه ال x لا تساوي 3 لانه الدالة غير معرفة عند العدد 3. طيب اذا هاي الدالة اللي هي x تكعيب ناقص 3 x تربيع على x ناقص 3 هي نفسها ال x تربيع ولكن غير معرفة عند الثلاث. إذن عشان أرسم هاي الدالة فقط أنا بحاجة إني أرسم x تربيع وعند ال x بساوي 3 أو عند قيمة ال x بساوي 3 اللي هي هون، نعمل هون للدلالة على إنه الفانكشن غير معرف عند الثلاث. طيب الآن خلينا نبدأ بدراسة سلوك الدالة لما ال x تقترب من الثلاث، وخلينا نبدأ بالاقتراب من اليسار، لكن خلينا نستخدم قلم، أوكي قلم أخضر. طيب لما الإكس تقترب للثلاث من اليسار، إذا بتطلع على الأف أوف إكس راح ألاحظ إنه الأف أوف إكس بتقترب من وين؟ تقترب من التسعة. إذا واضح من الرسم إنه لما الإكس تقترب للثلاث من اليسار، الأف أوف إكس راح تقترب من وين؟ من التسعة. طيب كويس. خلينا نستخدم الآن قلم آخر لدراسة سلوك الدالة لما الإكس تقترب للثلاث من اليمين. طيب لما الإكس تقترب للثلاث من اليمين، الاف اوف اكس برضو من الواضح انها راح تقترب من وين؟ مرة اخرى راح تقترب من التسعة. اذا الاكس سواء اقتربت للثلاث من اليسار او من اليمين، الرسم بوضح لي انه الاف اوف اكس راح تقترب من التسعة. مرة اخرى ممكن اعبر عن ذلك باستخدام الليمت واقول انه ليمت الفانكشن اللي هو اكس تكعيب ناقص 3 اكس تربيع على اكس ناقص 3 لما الإكس تقترب للثلاث سواء من اليسار أو من اليمين، شو بيساوي؟ بيساوي 9. طيب الآن في أمامي ثلاث رسومات مختلفة. الرسم الأول سميته
اف اوف اكس، والرسم الثاني سميناه جي اوف اكس، والثالث اتش اوف اكس. طيب اذا دققت النظر في الرسومات الثلاث راح الاحظ انها جميعها متشابهه وتختلف فقط في التعريف عند الاكس بتساوي 3. مثلا الداله في اقصى اليسار اللي سميتها اف اوف اكس، اذا بلاحظ الان عند الثلاث في عندي هول، يعني الدالة غير معرفة عند الإكس بتساوي 3، أو ممكن أكتب مثلا إنه F الثلاث is undefined، أو الدالة غير معرفة عند الثلاث. طيب كويس، الآن إذا نظرت إلى الدالة G of X عند الإكس بتساوي 3، صح في عندي هون هول، لكن في عندي هون نقطة بتشير إلى إنه قيمة الدالة عند الثلاث كام؟ 1. إذا G أو الدالة G معرفة عند الثلاث وقيمتها تساوي 1. طيب الآن الدالة h of x كمان مرة معرفة عند الثلاث وقيمتها عند الثلاث بتساوي كام؟ 9. إذا ممكن نكتب هون إنه h الثلاث بيساوي 9. ممتاز. إذا الدالة الأولى غير معرفة عند الثلاث، الدالة الثانية معرفة وقيمتها 1، والدالة الثالثة معرفة وقيمتها 9. طيب الآن لو سألت عن قيمة الليمت لما x تؤول لثلاث، هاي ناقشناها سابقا لكن مش غلط نرجع نتذكرها مع بعض. مثلا لو سألت عن ليميت لما الاكس تؤول لثلاث للاف اوف اكس، لاحظوا الان اذا اقتربت على الثلاث من اليمين او من اليسار في كلتا الحالتين الاف اوف اكس راح تقترب من وين؟ من التسعة. اذا الليميت راح تساوي 9. كمان هون ممكن نشير الى انه ليميت لما الاكس تؤول لثلاث للجي اوف اكس بتساوي 9، طريقة نفسها. وكمان ليمت لما الاكس تؤول للثلاث للاتش اوف اكس بتساوي 9. ممتاز. اذا الان لاحظوا معي انه الليمت في جميع الحالات لما الاكس تؤول للثلاث قيمتها واحدة وتساوي 9، بينما في الدالة الاولى الفانكشن غير معرف عند الاكس بتساوي 3، وفي الدالة الثانية معرف وقيمته 1، وفي الدالة الثالثة معرف وقيمته 9. طيب الآن شو النقطة اللي بدنا نوصل لها، أو شو الهدف من هذا المثال؟ لاحظوا الهدف أو النقطة اللي بدي أوضحها إنه لا يوجد علاقة بين قيمة الدالة عند عدد ما وقيمة الليمت لما الإكس تؤول إلى هذا العدد، مثل ما هو موضح أمامنا هون. ممكن الدالة تكون غير معرفة والليمت موجودة، ممكن الدالة تكون معرفة والليمت موجودة وقيمة الليمت تختلف عن قيمة الدالة، وممكن الدالة تكون معرفة والليمت موجودة وقيمة الليمت بتساوي قيمة الدالة. هاي نقطة مهمة، لكن بدي أشير لشغلة بالنسبة للمثال الثالث اللي في حالة الـ h of x، إذا كانت الليمت موجودة وقيمة الليمت بتساوي قيمة الدالة عند العدد، بقول إنه الفانكشن continuous عند هالعدد. يعني هو ممكن نقول انه الاف اوف اكس هو كونتينيوس عند الاكس بيساوي 3، وهذا مفهوم مستقل راح نشرحه بالتفصيل ان شاء الله في الدروس اللاحقه. اكزامبل 2، ليت اف اوف اكس ايكوال ابسولوت فاليو اكس اوفر اكس، والمطلوب هو استيميت ذا فاليو اوف ليميت اف اكزيست اوف ذا فانكشن اف ات اكس ايكوال 0. يعني المطلوب هو ايجاد الليميت للفانكشن اف اوف اكس لما الاكس تقترب من الصفر. طيب لاحظوا الآن في عندي quotient function، فخليني في البداية أحدد الدومين للفانكشن. لاحظوا في عندي مقام، إذا الدومين كل الـ real numbers ما عدا أصفار المقام، والمقام بيساوي صفر لما الـ x بتساوي صفر، إذا لازم أستثني الصفر من الدومين. كويس، الآن خليني أرجع للفانكشن. الفانكشن بيحول absolute value للـ x، إذا عشان نسهل كتابة هالفانكشن لازم أعيد تعريف الـ absolute value للـ x. كيف بنعيد تعريفها؟ هاي درسناها في سكشن 1.1. في عندي حالتين، لما الاكس اقل او يساوي صفر، يعني الاكس سالبي بنضربها في سالب عشان ترجع موجب، ولما الاكس اكبر من صفر يعني الاكس موجبة بخليها مثل ما هي. كويس، الان هاي الابسولوت فاليو للاكس. طيب شو الاف اوف اكس؟ لاحظوا الاف اوف اكس هي الابسولوت فاليو لاكس على اكس. إذا الآن عشان نطلع الـ f of x بدي أجي على absolute value للـ x وأقسمها على x، يعني بدي أقسم هاي على x وهاي على x. لما أقسم minus x على x شو راح أحصل على؟ ناقص 1 لما الـ x أقل من صفر، وهون راح أحصل على 1 لما الـ x أكبر من صفر. طيب ممتاز، إذا هذا الـ function f of x.
قيمته ناقص واحد لما الاكس اقل من صفر، وقيمته واحد لما الاكس اكبر من صفر. لاحظوا استثنيت المساواة اللي هون لانه الفانكشن غير معرف لما الاكس بتساوي صفر. هاي نقطة مهمة. طيب الان عشان اوجد الليمت لهالفانكشن لما الاكس تقترب من الصفر، مرة اخرى بدي الجأ لاستخدام استراتيجية الجدول. لاحظوا هاي الجدول المعاي، بدي اقترب الان للصفر من اليسار ومن اليمين. لاحظوا الان عشان اقترب للصفر من اليسار بدي ابدا من ماينس 0.1 واقترب اكثر ماينس 0.01 ماينس 0.001 وهكذا. يعني هون الاكس تقترب للصفر من وين؟ من اليسار. طيب الان عشان اطلع قيم الاف في اكس بدي اعوض في الفانكشن. لاحظوا جميع قيم اكس سالبه، وبالتالي لما نعوضها بالفانكشن راح احصل على ناقص واحد. إذن هاي راح تكون ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد. إذن الفانكشن وين بروح؟ لاحظوا الفانكشن بروح للناقص واحد. إذن لما الـ x تقترب للصفر من اليسار f of x بتروح لوين؟ للناقص واحد. ممتاز. طيب خليني الآن أشوف من اليمين، برضو بدي أبدأ من الـ 0.1 بعدين 0.01 واقترب شوي شوي من الصفر. إذن هون عندي الـ x تقترب للصفر من وين؟ من اليمين. شو بصير بأف الإكس؟ الآن لاحظوا قيم إكس موجبة، وبالتالي لما أعوضها بالفانكشن رح أحصل على واحد. يعني هون رح يطلع معي واحد 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 واحد. إذن الأف الإكس بتقترب من مين؟ من الواحد. طيب كويس. الآن خليني ألخص هالكلام. لاحظوا ممكن نكتب الآن هون إنه الليمت لما الاكس تقترب للصفر من اليسار للاف في اكس هاي شو بتساوي؟ تساوي ناقص واحد. طيب والليمت لما الاكس تقترب للصفر من اليمين للاف في اكس شو بتساوي؟ بتساوي واحد. لاحظوا الليمت من اليسار لا تساوي الليمت من اليمين. بنعبر عن ذلك من خلال قول ان الليمت لما الاكس تقترب من الصفر للاف في اكس شو معناه؟ does not exist أو غير موجود. طيب خلينا أوجد الآن الليمت لنفس الدالة لكن من خلال طريقة الرسم. لاحظوا لما استخدمت طريقة الجدول أعد تعريف الفانكشن f of x، وحكينا ال f of x هو عبارة عن ناقص واحد لما ال x أقل من صفر وواحد لما ال x أكبر من صفر. طيب الآن لاحظوا الرسم للفانكشن سهل وبسيط، لأنه لما الإكس أقل من صفر رح يأخذ قيمة واحد اللي ناقص واحد، ولما الإكس أكبر من صفر رح يكون واحد، وبالتالي رسمته موضح أمامكم الآن. طيب كويس، لاحظوا هذا الرسم. لاحظوا لما الإكس أقل من صفر بيأخذ قيمة واحد فقط اللي هي ناقص واحد، ولما الإكس أكبر من صفر بيأخذ قيمة واحد فقط اللي هي الواحد. ولاحظوا عند الصفر الفانكشن غير معقد. الآن لو بدي أوضح الليمت من خلال الرسم مرة أخرى، لما الإكس تقترب للصفر من اليسار الفانكشن وين بروح؟ لاحظوا من الواضح إنه راح يروح لوين؟ للناقص واحد. إذن الليمت من اليسار هي ناقص واحد. طيب لما الإكس تقترب للصفر من اليمين الفانكشن وين راح يروح؟ راح يروح للواحد. إذن مرة أخرى الليمت من اليمين واحد. إذن الليمت من اليسار ناقص واحد ومن اليمين واحد. إذا لا ممكن نحكي إنه الليمت على الفانكشن شو مالها؟ does not exist. إذا الليمت الفانكشن f x اللي هو absolute value ل x على x لما ال x تقترب للصفر شو ماله؟ does not exist أو غير موجودة. لاحظوا الآن راح أستخدم الاختصار DNE للتعبير عن does not exist. خلينا ننتقل الآن إلى example 3. بطلب مني show that limit as x goes to 0 sin 1 over x does not exist. يعني بدي أوضح إنه الليمت لساين 1 على x لما x تقترب من الصفر غير موجودة. طيب قبل ما نبدأ في حل المثال خلينا نتذكر مع بعض بعض المصطلحات. شو يعني أقول إنه الليمت موجودة أو غير موجودة؟ الليمت موجودة يعني انه الليمت من اليسار موجودة والليمت من اليمين موجودة، وهالتو ليمتس هذول اثنين ار ايكوال او متساويات. الان انه الليمت غير موجودة هذا يعني انه الليمت من اليسار غير موجودة
أو الليمت من اليمين غير موجودة أو الليمت من اليسار موجودة ولا تساوي الليمت من اليمين. طيب الآن خلينا ننتقل إلى حل المثال. مرة أخرى راح نستخدم الجدول في إيجاد هاي الليمت. لاحظوا الآن فقط بدي أخذ أو بدي أخلي الإكس تقترب للصفر من اليمين وأشوف شو بصير معاي، بعدين بقرر شو أعمل. طيب لو أخذت بديت بالقيم 2 على باي، بعدين اقتربت أكثر من الصفر 2 على 3 باي، 2 على 5 باي، 2 على 7 باي. لاحظوا إذا بنظر إلى المقامات هي باي 3 باي 5 باي، يعني المقام قاعد بزيد، وبالتالي فعلا هاي القيم تصغر وبالتالي بتقترب من وين؟ من الصفر. إذا أنا فعليا عندي الإكس تقترب للصفر من وين؟ من اليمين. طيب الآن شو بالنسبة لأف أوف إكس؟ لاحظوا طبعا ممكن تستخدم الآلة الحاسبة لحساب الأف أوف إكس، لكن بدها تكون على الراديان لأنه أنا بدي أخذ قيم للباي، مش راح أستخدم الدرجات. طيب الآن لاحظوا لو بدي أحسب ساين الواحد على إكس عند 2 على باي، بدها تصير ساين 1 على 2 على باي، يعني ساين باي على 2. ساين الباي على 2 كام؟ 1. كويس، لاحظوا يعني قيم x ما اخترناها عشوائيا، اخترناها بطريقة تساعدنا على حساب ساين الواحد على x. طيب 2 على 3 باي بعوضها مكان x بتصير 1 على 2 على 3 باي، يعني 3 باي على 2، والساين عندي رح يساوي ناقص 1. لو حسبت الساين هون 1، هون رح يكون ناقص 1، هون رح يكون 1. ممتاز. الآن إذا ال x بتقترب من الصفر من اليمين، شو الوضع بالنسبة الاف اوف اكس؟ هل الاف اوف اكس راح تقترب من عدد معين ولا لا؟ هذا السؤال. طيب اذا بدقق النظر في قيم الاف اوف اكس، لاحظوا هون 1، هون ناقص 1، هون 1، هون ناقص 1، هون 1، وهكذا. اذا هي ما بتقترب من عدد معين، هي تتراوح بين الواحد والناقص 1، نزولا عند الناقص 1، بعدين صعودا عند الواحد، بعدين نزولا عند الناقص 1 وصعودا عند الواحد. إذا ما بقدر أقول إن الأف أوف إكس بتقترب من عدد معين، لأنها بتتراوح بين الناقص 1 و1. إذا الآن ممكن أقول إنه الليمت لما الإكس تؤول للصفر من اليمين للأف أوف إكس شو بتساوي؟ لا تساوي شيء، does not exist، غير موجودة. الآن بما إنها من اليمين غير موجودة، إذا ممكن أقول الآن مباشرة إنه الليمت لما الإكس تؤول للصفر للأف أوف إكس كمان شو مالها؟ does not exist. ممتاز. الآن لاحظوا استخدمت الجدول ووضحت إنه هاي الليمت غير موجودة. الآن ممكن نجيب رسمة ال f of x بتساوي ساين 1 على x، هي موضحة الآن أمامكم. لاحظوا الآن لو ال x اقتربت للصفر من اليمين، برضو ما في قيمة محددة تقترب منها ال f of x، مرة بتنزل للناقص 1 ومرة بتطلع للواحد وهكذا باستمرار. إذا من الواضح أيضا من الرسم إنه هاي الليمت غير موجود. طيب خلينا ننتقل الآن للحديث عن الفورمال ديفينيشن أوف ليمت، أو التعريف الرياضي أو الرسمي للنهاية. لغاية الآن أنا حسبت النهاية من خلال استخدام طريقتين، هم طريقة الجدول وطريقة الرسم. في الطريقة الأولى عشان أحسب الليمت كنت أعمل جدول وأشوف لما قيم x تقترب من عدد معين شو بصير بقيم الـ f of x. وفي الطريقة الثانية كنت أرسم الـ f of x، ومرة أخرى من خلال الرسم ألاحظ طريقة سلوك الدالة لما الـ x تقترب من عدد معين. لكن هذول الطريقتين لا يعتبروا طرق رياضية رسمية ولا يعتد بهم في حساب النهاية. فمثلا في طريقة الجدول أنا لما اقترب للـ x سواء من اليسار أو من اليمين، في عندي عدد لا نهائي من الأعداد. أنا لما استخدمت الجدول استخدمت عدد محدود من الأعداد، وبالتالي لا يمكنني التعميم. عشان هيك لازم نبحث عن طريقة رياضية رسمية ممكن نستخدمها في حساب الليمت. طيب ممتاز، عشان نعمل هيك خليني أبدأ. لاحظوا من إن أفرض مثلا ليمت لما الـ x approaches a للـ f of x بتساوي l. ممتاز. لاحظوا الآن أنا لما كنت أستخدم طريقة الرسم أقول مثلا إنه الـ x لما تقترب للـ a من اليسار، من الواضح إنه قيم الـ f of x راح تقترب من الـ l، أو لما الـ x تقترب للـ a من اليمين قيم الـ f of x كمان بتقترب من الـ l.
لأن هذا الكلام الآن بده صيغه صيغة رياضية، لأنه أقول مثلا أنه الإكس بتقترب للإيه، شو يعني بتقترب للإيه؟ لاحظوا هاي كلمة تقترب ليست كلمة رياضية. تقترب إلى أي مدى، إلى أي مسافة، ما هي المسافة اللي بتقترب فيها الإكس من الإيه؟ فعشان هيك لازم نصيغها صياغة رياضية. عشان نعمل هيك خلينا نفرض مثلا أنه في عندي مسافة عن الأل، أي مسافة ببعدها عن الأل، وخلينا نفرض أن هاي المسافة هي مثلا أبسلون وهاي أبسلون، إذن هاي النقطة راح تكون أل بلس أبسلون وهاي راح تكون أل ماينس أبسلون. ممتاز. إذن الآن عندي الفترة أل ماينس أبسلون وأل بلس أبسلون. الآن إذا أخذت أي قيمة في هاي الفترة، إذا أخذت أي قيمة هون، بضمن وجود دلتا حوالين الـ A أو فترة حوالين الـ A. لاحظوا خلينا نفرض أنه هاي دلتا مثلا وهاي دلتا، إذن هاي راح تكون A بلس دلتا وهاي راح تكون A ماينس دلتا. بضمن وجود قيمة هون بحيث الـ f(x) لها تكون ضمن هاي الفترة. خليني أعيد التلخيص بشكل أوضح. الآن إذا أخذت أي مسافة عن الـ L اللي هي أبسلون، وإذا أخذت أي قيمة هون مثلا خلينا نفرض هاي f of x مثلا، إذا أخذت ال f of x داخل هاي الفترة بضمن وجود دلتا، بحيث أنه في عندي x هون مثلا، بحيث صورة ال x تكون هي f of x. يعني بمعنى آخر، إذا كانت ال f of x تبعد عن ال L، تبعد عن ال L مسافة epsilon، بقدر ألاقي x تبعد عن ال A مسافة أقل من دلتا، بحيث الـ f of x تكون ضمن هاي الفترة. أو بمعنى آخر أنه إذا كانت الـ x تنتمي لهاي الفترة اللي هي a minus delta و a plus delta، فـ f الـ x تنتمي لهاي الفترة اللي هي l minus epsilon و l plus epsilon. طيب خلينا نحاول الآن أصيغ هذا الكلام صياغة رياضية. لاحظوا أنا بديت بمسافة عن الـ l اللي سميتها epsilon، يعني given epsilon greater than zero. إذا أخذت هاي المسافة لازم أضمن وجود دلتا، then there is delta greater than zero، بحيث إنه إذا كانت الـ x تنتمي لهاي الفترة، شو معنى الـ x تنتمي لهاي الفترة؟ هون مثلا خلينا نفرض الـ x، الـ x إذا كانت موجودة بهاي الفترة، يعني المسافة من x إلى a لازم تكون أقل من دلتا، بحيث إنه إذا كانت المسافة بين الـ X والـ A أقل من دلتا. لاحظوا أنا بعبر عن المسافة بالأبسوليت فاليو. كمان ما بدي الـ X تساوي A، لأنه أنا بدي الـ X تقترب من الـ A ولا تساويها، إذن هون ممكن نأخذها أكبر من صفر عشان نستبعد إنه الـ X بتساوي A. then إذا كانت الـ X ضمن هاي الفترة، لازم تكون الـ F of X تبعد عن الـ L مسافة أقل من إبسلون. يعني مرة أخرى، إنه إذا كانت الـ x ضمن هاي الفترة، الـ f of x لازم تكون ضمن هاي الفترة. إذن هذا هو التعريف الرسمي أو الفورمال ديفينيشن of limit. يمكن يكون يعني في شوية صعوبة أو مش واضح شوي، لكن إن شاء الله خلال الأمثلة القادمة راح تتوضح الصورة بشكل أفضل. في نقطة ممكن نشير لها، لاحظوا الآن أنا بدأت بإبسلون greater than zero، بدي أبحث عن دلتا. في الغالب دلتا راح، أو قيمة دلتا راح تعتمد على قيمة إبسلون، يعني ممكن تكون دلتا إبسلون أو إبسلون على 2 أو 2 إبسلون أو أي قيمة لها علاقة بالإبسلون. خلينا ننتقل الآن إلى example 4 اللي بطلب مني using definition of limit show that limit as x goes to 3 4x equal 12. يعني بدي أبين إنه الليمت للأربع x لما الـ x تقترب من الثلاث بساوي 12. ممتاز. إذا بطلع على صيغة السؤال using definition of limit، استخدم تعريف النهاية. لما يجي السؤال بهاي الصيغة لازم نستخدم formal definition of limit. خليني أخلي formal definition دائما أمامي بحيث تكون الصورة واضحة. خليني أكتب لكم إياه هون. أوكي تمام. الآن لاحظوا، خلينا نتذكر مع بعض شو هو formal definition of limit. كان يقول إنه إذا كانت limit f of x لما الـ x تقترب من الـ a بتساوي الـ، هاي بتعني إنه for any epsilon greater than zero there is a delta greater than zero، بحيث إنه إذا كانت الـ absolute value للـ x minus a less than delta
لازم تكون الـ absolute value للـ f of x minus l less than epsilon. ممتاز. الآن عشان نحل السؤال اللي أمامي خليني أقارنه بالتعريف، ولاحظوا خلينا نقارن هاي الليمت مع اللي في السؤال. limit as x approaches a، يعني لاحظوا الآن الـ a هي كام؟ 3. f of x، الـ f of x هي 4x، إذا هاي هي الـ f of x equal l، يعني الـ l راح تساوي كام؟ 12. كويس. إذا الآن حددت الـ a والـ f of x والـ l، الآن شو المطلوب مني إثباته؟ خليني أكتبه هون بحيث يكون واضح أمامي، بحيث أمشي في الحل بسهولة ويسر. طيب، إنه for any epsilon greater than zero لازم أبين إنه في عندي دلتا greater than zero كمان، بحيث إنه إذا كان الـ absolute value للـ x minus a less than دلتا لازم تكون الـ absolute value للـ f of x minus l less than epsilon. طيب الآن بتاجي على هاي العبارة اللي بدنا نثبتها، فقط بدي أعوض قيم الـ a والـ f of x والـ l وأشوف شو بيطلع معي. طيب إذا كانت f 0 less than absolute value للـ x minus a، كم قيمة الـ a؟ 3. إذا بنحط هون 3، هاي إذا كانت أقل من دلتا then لازم الـ absolute value للـ f of x، شو هي الـ f of x؟ لاحظوا الـ f of x هي 4x minus l اللي هي كامل l 12، هاي لازم تكون أقل من epsilon. ممتاز. إذا الآن المطلوب صار واضح أمامي وممكن الآن أحل السؤال بسهولة. طيب لاحظوا الآن بما أنه هو أعطاني قيمة الـ epsilon greater than 0، إذا دائما راح أبدأ في المقدار اللي بيحوي الإبسلون اللي هو هذا المقدار، وأخذ الطرف الأيسر اللي هو الـ absolute value للـ 4x ناقص 12. الآن استراتيجية الحل أو طريقة الحل إني بدي أبدأ في هذا المقدار وأحاول من خلاله أعمل ربط بين الـ 4x ناقص 12 والـ x minus 3. يعني بدي أحاول من خلال هذا المقدار اللي هو 4x ناقص 12 أحصل الـ x ناقص 3 عشان أطلع علاقة بين الـ epsilon والدلتا. طيب الآن هون لاحظوا أن الأربعة هي عامل مشترك، فممكن نأخذ الأربعة عامل مشترك، بظل عندي x ناقص 3. ممتاز. لا الأربعة هي عدد موجب، ممكن طلعها خارج الـ absolute value، إذا تصير 4 بالـ absolute value للـ x ناقص 3. لاحظوا هاي اللي هي 4x ناقص 12 بديها تكون أقل من epsilon. لاحظوا الآن حصلت x minus 3. طيب الآن لو قسمت الطرفين على 4 شو راح يصير معاي هون؟ إنه x ناقص 3 أقل من الإبسلون على 4. ممتاز. طيب الآن خلينا نقارن هاي الأبسولوت فاليو للx minus 3 أقل من إبسلون على 4 مع الأبسولوت فاليو للx minus 3 أقل من دلتا. إذا بقارنهم مع بعض الآن مباشرة ممكن نختار الدلتا شو بتساوي؟ إبسلون على 4. إذا الآن ممكن نقول إنه choose دلتا بتساوي إبسلون على 4، وبالتأكيد هذا الاختيار للدلتا راح يضمن لي إنه هاي العبارة صحيحة، لأنه أنا اخترت دلتا بهاي الطريقة، اخترتها بحيث تكون هاي العبارة صحيحة. يعني هذا كمثال أول، إن شاء الله يكون سهل وبسيط، والأمثلة الأخرى راح توضح الأمور أكثر وأكثر إن شاء الله. كتطبيق إضافي على استخدام الفورمال ديفينيشن اوف ليميت، خلينا ننتقل إلى example 5 اللي بطلب مني using definition of limit show that limit as x goes to minus 2 3x plus 7 equal 1. يعني مرة أخرى بدي أوضح إنه الليميت للدالة 3x زائد 7 لما الـ x تقترب من الناقص 2 بتساوي 1. مرة أخرى بطلب مني استخدام التعريف، إذا خلينا أخلي التعريف أمامي بحيث تكون الأمور واضحة، لكن الآن مش راح أوضح التعريف مباشرة، راح أنتقل للمقارنة بين هاي الليمت والليمت اللي في السؤال. ممكن مباشرة نلاحظ إنه الـ a هي كام؟ الـ a هي ناقص 2، والـ f of x هي 3x plus 7، والـ l هي 1. ممتاز. إذا هاي قيم الـ a والـ f of x والـ l. الآن بدنا ننتقل إلى التعريف واكتب الـ want أو الشيء اللي إحنا بدنا نثبته. بدنا نثبت انه اذا اعطيتني اي قيمة لابسلون greater than zero ممكن اوجد قيمة لدلتا
أكبر من صفر مرة أخرى بحيث تكون هاي العبارة صحيحة. الآن بدي أكتب هاي العبارة لكن بدي أعوض قيم الـ A و F of X و L وأشوف شو بيطلع معاي. طيب يعني F 0 less than the absolute value للـ X minus A. الآن لاحظوا الـ A كام؟ الـ A ناقص 2، إذا هون بدي أحط ناقص 2 وبدأ أصير ناقص ناقص 2 يعني بدأ أصير بلس 2. طيب هاي بدي تكون less than delta then الـ absolute value للـ F of X. شو هي الـ F of X؟ 3X plus 7 minus L اللي هي 1، هاي بدي تكون أقل من أبسط. ممتاز، إذا هذا المطلوب الآن صار واضح أمامي، خليني فقط أحاول أبسط شوي. طيب لاحظوا الآن زي ما حكينا راح أبدأ من المقدار اللي هون وأحاول من خلال تبسيطه أحصل على الـ absolute value للـ x plus 2. طيب إذا خلينا نبدأ من الـ absolute value لـ 3x plus 7 minus 1، نحاول نبسطها شوي. هاي عبارة عن 3x، الآن plus 7 minus 1 بتعطيني plus 6. الآن ممكن نأخذ 3 عامل مشترك من هذول المقدارين، بصير عندي الـ absolute value هاي 3 عامل مشترك بضل x plus 2. الآن ممكن الثلاث عدد موجب ممكن طلعها خارج الـ absolute value فبتصير هاي 3 في الـ absolute value لـ x plus 2. ممتاز، الآن لاحظوا حصلت الـ x plus 2 اللي ببحث عنها، لأن هاي بدي إياها تكون أقل من الإبسلون، يعني الأبسوليت فاليو للـ X بلس 2 راح تكون أقل من إبسلون أوفر 3. ممتاز. طيب الآن مرة أخرى لاحظوا، قارن بين الأبسوليت فاليو للـ X بلس 2 less than دلتا والأبسوليت فاليو للـ X بلس 2 less than إبسلون أوفر 3. إذا مباشرة ممكن نختار الدلتا، شو بتساوي؟ أحسنتم، ممكن نختار الدلتا بتساوي إبسلون أوفر 3، وهاي القيمة الإبسلون أكيد بتخلي لها العبارة صحيحة. الآن يمكن هذا المثال صارت الأمور أوضح وصارت الاستراتيجية واضحة ومباشرة بإذن الله. One-sided limits أو النهايات من جهة واحدة. في أحيان كثيرة لما نتكلم عن الليمت للدالة لما الإكس تقترب من عدد معين راح أكون مضطر للحديث عن النهاية من جهة واحدة من اليسار أو من اليمين، لأنه ببساطة الدالة ممكن تكون غير معرفة على يمين العدد أو على يسار العدد. لتوضيح هاي الفكرة خلينا ننتقل إلى الرسم الموضح أمامكم على الجهة اليمنى، وهو رسم لدالة معروفة اللي هي خلينا نسميها F of X بتساوي جذر X. ممتاز، إذا هذا الرسم هو لـ F of X بساوي جذر X. طيب خلينا أكتب الآن F of X بساوي جذر X وأسألكم عن الدومين لهذه الدالة. شو دومين الـ F؟ لاحظوا بالتأكيد أنتوا الآن من خلال دراسة الدومين للجذر راح يكون كل القيم اللي بتخلي القيمة اللي داخل الجذر أكبر أو يساوي صفر، إذا راح يكون ببساطة من صفر إلى ما لا نهاية. إذا هذا الدومين للـ F. طيب الآن لو سألت عن الليمت لما الإكس تقول أو تقترب من الصفر من اليمين للـ F of X، راح تحكي لي الآن ما عندي أي مشكلة إذا الإكس اقتربت للصفر من اليمين، من الواضح إنه الـ F of X كمان راح تقترب من وين؟ من الصفر، إذا هاي الليمت بتساوي صفر. إذا ما عندي أي مشكلة في حساب الليمت من اليمين. طيب لو سألت الآن عن الليمت لما الإكس تقترب للصفر من اليسار، لاحظوا الآن إذا الإكس بدها تقترب للصفر من اليسار يعني قيم الإكس راح تكون قيم سالبة، وبالتالي الجذر الإكس غير معرف عند القيم السالبة، إذا ما في معنى للحديث عن الاقتراب من الصفر من جهة اليسار. إذا بقول إنه الـ F of X بساوي جذر الإكس فيه له ليمت واحدة من اليمين، وهي بنسميها الـ right hand limit. Right hand limit أو النهاية من اليمين. ممتاز، إذا في هذا المثال ما في معنى للحديث عن الليمت من اليسار. طيب في المقابل لو أخذت الآن مثلا أخذت الـ G of X بساوي جذر الناقص X
مرة أخرى سألتكم عن دومين هالفانكشن اللي هو دومين الجي، راح تحكوا لي إنه قيم الماينس إكس متى بدها تكون موجب، لاحظوا يعني بدي ناقص إكس يكون أكبر أو يساوي صفر، يعني الإكس راح تكون أقل أو يساوي صفر، إذن الدومين الجي راح يكون من ناقص ما لا نهاية إلى صفر. ممتاز. طيب الآن لو سألت عن الليمت مثلا لما الإكس تؤول للصفر من اليسار لجذر الناقص x كم بتساوي هاي؟ لاحظوا الآن ممكن نرسم جذر الناقص x، رسمتها شبيهة برسمة جذر ال x لكن تتكون على الجهة الأخرى، يعني لو بدي ارسمها راح يكون شكلها هيك. كويس، إذا هاي هي رسمة ال g of x بتساوي g of x بتساوي جذر الناقص x. كويس، الآن لاحظوا لما الإكس تقترب للصفر من اليسار مرة أخرى، إذا اقتربت الإكس للصفر من اليسار من الواضح إنه الإف أوف إكس كمان راح تقترب من وين؟ من الصفر، إذن هاي الليمت راح تساوي كام؟ صفر. الآن لو سألت عن الليمت من اليمين أو لما إكس تقترب للصفر من اليمين لجذر الناقص إكس مرة أخرى، راح تحكي لي إنه جذر الناقص إكس غير معرف إلى الأعداد الموجبة، وبالتالي ما في معنى للحديث عن الليمت من اليمين. هاي الليمت بنسميها الليفت هاند ليمت او النهايه من اليسار، وبنقول انه جذر الناقص اكس له نهايه من اليسار فقط وما له نهايه من اليمين. هاي ببساطه الليمت من اليسار او الوان سايدد ليمت او الليمت من اليسار او من اليمين. طيب الان تعددت المصطلحات وكثرت وصار لازم نوضحها بشكل دقيق. صار في عندي الليمت للدالة والليمت من اليسار والليمت من اليمين، ما هي العلاقة بين جميع هاي الأنواع؟ لاحظوا اللي بجاوبني عن هذا السؤال هو ثيورم 2.1.1 اللي بتحكي إنه إذا كان عندي، إذا كانت الـL عدد حقيقي، فإنه نحكي إنه الليمت f of x لما الـX تقترب من الـA بتساوي L، هذا يكافئ تماماً إنه الليمت من اليسار بتساوي الليمت من اليمين وبتساوي L. في الجهة المقابلة إذا كانت الليمت من اليسار بتساوي L والليمت من اليمين بتساوي L، ممكن أقول إنه الليمت للدالة لما الـX تقترب من الـA بتساوي L. يعني هذا الكلام يمكن استخدمناه سابقا لكن ليس من الخطأ أن نعرضه مرة أخرى بحيث تكون الصورة واضحة أمام الجميع. لتوضيح العلاقة بين الليمت للدالة والليمت من اليسار والليمت من اليمين، خلينا ننتقل إلى example 6 المعطيني f of x بتساوي الابسوليت فاليو للx، وبطلب مني إيجاد ليمت f of x لما الx تقترب للصفر من اليمين، وليمت f of x لما الx تقترب للصفر من اليسار، وليمت f of x لما الx تقترب من الصفر. طيب ممتاز، الآن مرة أخرى راح نستخدم استراتيجية الجدول، لكن اسمحوا لي أستخدم جدول جاهز حتى ما نأخذ وقت طويل في الشرح. طيب الآن عشان نحل الفرع A اللي هو limit f of x لما x تقترب للصفر من اليمين، أنا الآن عند الصفر بدي أخذ مجموعة من القيم على يمين الصفر وأبدأ من البوينت 1 وأقرب شوي شوي من الصفر، إذن هون x تقترب للصفر من وين؟ من اليمين. طيب هاي القيم الآن ممكن نأخذها ونعوضها في الدالة، راح أحصل على نفس القيم لأنها كلها موجبة، وبالتالي من الواضح إنه الـ f of x كمان راح تقترب من وين؟ من الصفر. إذن الآن ممكن نستخدم رمز الليمت ونكتب إنه الليمت لما الـ x تؤول لصفر من اليمين للـ f of x شو بتساوي؟ صفر. ممتاز. طيب الآن عشان نحل فرع b اللي هو الليمت من اليسار، بدي أخذ قيم على يسار الصفر، أبدأ من الماينس بوينت 1 وأقترب شوي شوي من الصفر، إذن هون الـ x بتقترب للصفر من وين؟ من اليسار. هاي القيم الآن إذا أخذناها وعوضناها بالدالة اللي هي الـ absolute value راح تعطيني نفس القيم لكن بالموجب، وإذا بدقق النظر فيها بلاحظ إنها تقترب مرة أخرى من الصفر، إذن الـ f of x تقترب من الصفر. ممكن نكتب الآن باستخدام رمز الليمت إنه الليمت لما الإكس تؤول لصفر من اليسار للأف أوف إكس شو بيساوي؟ صفر. ممتاز. الآن بالنسبة لفرع C اللي بده الليمت أف أوف إكس لما الإكس تقترب من الصفر، من خلال النظرية السابقة الآن
والليمت من اليسار بتساوي صفر والليمت من اليمين بتساوي صفر. إذا ممكن نحكي الآن إنه الليمت لما الإكس تقترب للصفر للأف أوف إكس أو الأبسوليت فاليو للإكس راح تساوي كام؟ صفر. طيب الآن مثل ما تكلمنا عن الفورمال ديفينيشن للليمت ممكن نتكلم عن الفورمال ديفينيشن للون سايدد ليمت، وخلينا نبدأ بالرايت هاند ليمت أو النهاية من اليمين. لاحظوا الآن مرة أخرى أنا عندي هاي العبارة اللي هي ليمت لما الإكس تؤول للأي من اليمين للأف أوف إكس شو بتساوي؟ ال. الآن بدي أحاول أترجم هاي العبارة رياضيا بدون ما أقول إنه لما الإكس تقترب للأي من اليمين الأف أوف إكس تقترب من ال، يعني بدون ما أستخدم لغة الاقتراب. طيب الآن مرة أخرى عشان نترجم هاي العبارة بدي أفرض إنه عندي أي عدد موجب إبسلون، خلينا أسمي هاي إبسلون، إذا هاي المسافة بدي أفرض من هون لهون هي إبسلون، وبالتالي هاي إبسلون كمان هاي راح تكون ال ماينس إبسلون وهاي ال بلس إبسلون. إذا بتعطيني أي عدد موجب إبسلون أنا ممكن ألاقي عدد موجب دلتا اللي هون، هاي طبعا راح تكون A بلس دلتا، بحيث أنه إذا كانت الإكس تنتمي لهاي الفترة أي عدد هون صورتها لازم تكون بالفترة الماينس إبسلون وال بلس إبسلون. ممتاز. الآن فقط خليني أترجم معنى الكلام اللي حكيت وصيغه على شكل عبارات رياضية. الآن إذا كانت الإكس تنتمي لهذه الفترة شو يعني ذلك؟ ما معنى أني أقول أنه الإكس تنتمي للفترة A و A بلس دلتا؟ يعني أنه الـ A راح تكون أقل من الإكس والإكس أقل من الـ A بلس دلتا، هاي الإكس أي قيمة هنا؟ إذن الإكس راح تكون أكبر من الـ A وأقل من الـ A بلس دلتا. إذا كانت الإكس هون أنا بضمن أنه الـ F of X راح تكون بالفترة الـ minus epsilon والـ plus epsilon. المرة أخرى شو يعني الـ f of x تنتمي لهاي الفترة؟ إذا كانت هاي الـ f of x، إذا المسافة بين الـ f of x والـ l اللي هاي المسافة بالتأكيد راح تكون أقل من إبسلون. هذا ببساطة هو تعريف الـ formal definition للـ right hand limit. لاحظوا الآن يمكن بعض الطلاب يجد صعوبة في هذا التعريف، لكن أنا بطمنكم إنه الأسئلة إن شاء الله بتكون على هذا الموضوع بالذات أسئلة مباشرة وشبيهة تماماً بالأسئلة اللي احنا بنحلها في هذا الشرح أو الأسئلة المشروحة في الكتاب. طيب الآن مرة أخرى مثل ما عملنا مع الرايت هاند ليمت راح نعمل مع الليفت هاند ليمت. الآن عندي هاي الليمت، خلينا نوضحها باللون الأخضر، ليمت لما الإكس تؤول للأي من اليسار الأف أوف إكس بيساوي ال. مرة أخرى بدي أترجم هاي العبارة رياضيا. الآن كيف بنترجمها؟ بنقول إذا كان عندي أي عدد موجب إبسلون، خلينا نفرض مثلا هاي الإبسلون، إذن هون راح تكون هاي المسافة إبسلون وهاي إبسلون، هاي راح تكون ال ماينس إبسلون وهاي راح تكون ال بلس إبسلون. طيب إذا أعطيتني أي عدد موجب إبسلون ممكن ألاقي عدد موجب دلتا على يسار الـ A، يعني هاي راح تكون A ماينس دلتا وهاي المسافة هي دلتا، بحيث إنه إذا كانت الـ X تقع في هاي الفترة لازم الـ F of X تقع بالفترة ال ماينس إبسلون وال بلس إبسلون. مرة أخرى خلينا أوضح شو يعني الإكس. لاحظوا بس إذا كانت الإكس هون بالتأكيد صورتها راح تكون داخل الفترة ال ماينس إبسلون وال بلس إبسلون. الآن شو معنى إنه الإكس تقع بهاي الفترة؟ يعني إنه الـ A ماينس دلتا راح تكون أقل من إكس أقل من A، وهذا المكتوب هون أو الموضح من A ماينس دلتا لازم تكون أقل من X أقل من A حتى تكون الـ X ضمن هاي الفترة. إذا كانت هيك أنا بضمن إنه الـ F of X راح تكون بالفترة هاي. لأن شو يعني إنه الـ F of X بالفترة L ماينس إبسلون وL بلس إبسلون؟ يعني المسافة من F of X إلى L بالتأكيد راح تكون أقل من إبسلون. مرة أخرى هذا هو تعريف أو formal definition للـ left hand limit. كتطبيق على الـ definition of one-sided limit خلينا ننتقل إلى example 7 اللي بطلب مني أني أستخدم الـ definition of one-sided limit عشان أبين أنه الليمت لما الـ x تؤول لاثنين من اليمين لجذر الـ x ناقص 2 بساوي صفر. مرة أخرى لاحظوا بدي أستخدم الـ definition of one-sided limit.
طيب خلينا الآن نحط الديفينيشن أمامنا عشان تكون الأمور أكثر وضوحا. طيب لاحظوا الآن مباشرة بدي أقارن بين هاي الليمت والليمت اللي في السؤال عشان أقول إنه الـ A بتساوي كام؟ 2 والـf of x هي عبارة عن جذر الـ x ناقص 2 والـ L هي 0. ممتاز. الآن خلينا ننتقل مباشرة للمطلوب. الآن المطلوب مني أثبت إنه إذا كان عندي أي إبسلون greater than zero there exists أو there is يوجد كمان دلتا أكبر من صفر بحيث إنه تكون هاي العبارة صحيحة. الآن هاي العبارة بدي أكتبها نفسها لكن بدي أستخدم القيم معاي في السؤال. لاحظوا الـ A هي 2 يعني نثبت إنه إذا كان F الـ A لـ 2 أقل من X أقل من A بلس دلتا يعني 2 بلس دلتا then لازم يكون عندي الـ F of X اللي هي كام؟ جذر الـ X minus 2 ناقص الـ L اللي هي 0 لازم تكون أقل من إبسلون. الآن هاي ممكن أبسطها وأكتبها جذر الـ X ناقص 2 أقل من إبسلون. كويس. الآن بس خلينا أعمل شوية سبيس عشان نحل بشكل مريح. طيب إذا الآن المطلوب صار واضح أمامي بدي أبين إنه إذا كانت الـ X أكبر من 2 وأقل من 2 بلس دلتا لازم أثبت إنه جذر الـ X ناقص 2 أقل من إبسلون. طيب في الأمثلة السابقة اللي استخدمنا فيها الديفينيشن كنت أبدأ من العبارة اللي بتحوي إبسلون وأحاول أعمل علاقة مع العبارة اللي بتحوي دلتا، لكن في الـ One Sided Limit من الأسهل دائما أبدأ من العبارة اللي بتحوي دلتا اللي هي 2 أقل من X أقل من 2 بلس دلتا وحاول أجد علاقة بين الدلتا والإبسلون. طيب الآن لاحظوا هاي العبارة اللي عندي بدي أحاول من خلالها أوجد علاقة مع الجذر X ناقص 2. إذا عندي هون X ناقص 2 عشان أحصل على X ناقص 2 هون بدي أطرح 2 من جميع الأطراف. لو طرحت 2 هون راح يطلع معاي 0 ولو طرحت 2 هون راح يطلع معاي دلتا. ممتاز. الآن لاحظوا بدي جذر الـ X ناقص 2 هاي أعداد موجب. الآن لو أخذت الجذر ما عندي مشكلة، جذر الصفر صفر وهون راح يصير عندي جذر X ناقص 2 وهون جذر دلتا. ممتاز. الآن لو قارنت هاي العبارة مع هاي العبارة لاحظوا الآن هاي جذر الـ X ناقص 2 أقل من إبسلون وهون جذر الـ X ناقص 2 أقل من جذر دلتا، إذا بالتأكيد لازم جذر الدلتا يساوي إبسلون. الآن ممكن أربع الطرفين وأقول إنه دلتا لازم تساوي إبسلون تربيع، وهاي هي قيمة الدلتا اللي راح أختارها، وبالتأكيد هالاختيار راح يضمن لي إنه العبارة صحيحة وإنه الليمت بتساوي صفر. فرع بي من example 7 بطلب مني أبين مرة أخرى أو أستخدم الديفينيشن of one-sided limit عشان أبين إنه الليمت لما الـ x تؤول لـ 2 من اليسار جذر 2 ناقص x بيساوي صفر. طيب إذا مرة أخرى الآن بدنا نستخدم الديفينيشن of one-sided limit لكن هون عندي الليمت من اليسار، إذا خلينا نضع تعريف الليمت من اليسار أمامي عشان الأمور تكون واضحة. الآن لاحظوا مرة أخرى بدي أقارن بين هاي الليمت والليمت المعطاة في السؤال ونقول إنه الـ A هي عبارة عن 2 والـ F of X هي عبارة عن جذر 2 ناقص X والـ L هي 0. ممتاز. الآن المطلوب خلينا نكتب الآن المطلوب أثبته إنه إذا بتعطيني أي إبسلون أكبر من 0 لازم أوجد there is دلتا كمان أكبر من صفر بحيث تكون هاي العبارة صحيحة. الآن مرة أخرى رح أعوض القيم اللي معي في السؤال في هاي العبارة، يعني بدي أثبت إنه إذا كانت الـ A minus دلتا، لاحظوا الـ A هون هي كام؟ 2، يعني إذا كانت 2 minus دلتا أقل من X أقل من 2 then بدي أثبت إنه الـ absolute value للـ f of x اللي هي عبارة عن جذر 2 ناقص x ناقص 0 هاي لازم تكون أقل من إبسلون. مرة أخرى هاي ممكن أختصرها الآن مباشرة وأكتبها
جذر 2 ناقص x أقل من epsilon. كويس، الآن لاحظوا المطلوب صار واضح أمامي، خليني الآن أعمل بعض الاختصارات. طيب لاحظوا الآن مثل ما عملنا في المثال السابق، راح أبدأ في هاي العبارة اللي هي 2 ناقص دلتا أقل من x أقل من 2، وحاول أوصل إلى علاقة تربط بين الدلتا والإبسلون من خلال الحصول على جذر 2 ناقص x. طيب هون في البداية بلاحظ أنه عندي ناقص x، إذن هون عشان أحصل على ناقص x بدي أضرب جميع الأطراف في ناقص 1. 2 ناقص دلتا لما نضربها في ناقص 1 شو بتصير؟ بتنعكس، بتصير دلتا ناقص 2، طبعا والإشارات بتنعكس أكبر من x، والx راح تكون أكبر من 2 لما ضربها في ناقص 1 راح تصير ناقص 2، طبعا هاي راح تصير كمان ناقص x. تمام، إذا حصلت هون ناقص x. الآن بدي، بس قبل ما أكمل لاحظوا هاي، خلينا أكتبها بالشكل هذا أسهل، أكتبها بداية من الناقص 2، ناقص 2 أقل من ناقص x أقل من دلتا ناقص 2، هيك أسهل في التعامل. طيب لاحظوا هون هاي حصلت الناقص x، الآن بدي 2، إذا بتجمع على جميع الأطراف 2، ناقص 2 زائد 2 راح يصير عندي هون 0 أقل من 2 ناقص x أقل من دلتا ناقص 2 زائد 2 راح يظل عندي هون دلتا. ممتاز. طيب الآن ظل عندي فقط الجذر، هاي أعداد موجبة ما عندي مشكلة إذا أخذت الجذر. الآن جذر الصفر هو 0 أقل من، وهاي راح تصير جذر 2 ناقص x، وهاي راح تصير أقل من جذر دلتا. ممتاز. الآن مرة أخرى راح أقارن بين هاي العبارة وهاي العبارة. أنا بدي جذر 2 ناقص x يكون أقل من إبسلون، إذن لازم مباشرة شو نختار؟ نختار إنه جذر الدلتا لازم تساوي إبسلون، والآن إذا ربعت بصير عند الدلتا بتساوي إبسلون تربيع، وهاي هي مرة أخرى قيمة الدلتا اللي لازم أختارها بحيث تضمني إنه هاي العبارة صحيحة وإنه الليمت تساوي صفر.